السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله السبع من موقع التقنية بلا حدود، وراح نستعرض لكم في هذا الفيديو جهاز نوكيا آشا 306. الجهاز يختلف عن أخوه جهاز نوكيا آشا 305 إن الجهاز هذا ما يدعم إضافة شريحة ثانية، لكن أضافوا في تقنية ممكن إن الناس تستغني عن الشريحة الثانية حتى تأخذه، وهو إن الجهاز يدعم الواي فاي ويدعم تقنية الجي بي آر إس. راح نتكلم عن الجهاز بشكل أكبر لكن بعد ما نستعرض لكم وش يجي معاه في الكرتون. طيب بالنسبة للكرتون، لو فتحناه راح يكون عندك السماعات الخارجية للجهاز، وأيضا الشاحن، وأيضا عندك اللي سلك اليو اس بي. طيب أيضا راح يكون عندك الدفاتر الخاصة بطريقة استخدام الجهاز، خلونا منها. طبعا قراءتها راح تساعدك في طريقة استخدام الجهاز بشكل صحيح. طيب بالنسبة للشكل العام للجهاز، فهو يجي بارتفاع 110، والعرض راح يكون معاك، العرض راح يكون 53، وبالنسبة للسماكة فهي 12 ملي بوينت 8. طبعا تختلف السماكة من الحواف الجهاز بالوسط، لأن الوسط أسمن شوي. طيب بالنسبة للشكل العام للجهاز، طبعا من الخلف راح يكون عندك منفذ السماعات والكاميرا، أيضا من الجوانب راح يكون هنا فقط منفذ الشريحة للذاكرة الخارجية، وهو يدعم إلى 32 ميجا تقريبا، إضافة 32 جيجا عفوا. من الأسفل راح يكون فقط عندك منفذ الميدالية، من الأعلى راح يكون عندك السماعات، منفذ السماعات ومنفذ الشاحن ومنفذ اليو اس بي. طبعا البطارية هي 1110 امبير. طبعا مثل ما قلنا لكم ان الجهاز يدعم تقنية الواي فاي ويدعم تقنية الجي بي ار اس عكس اخوه جهاز 305. طيب الجهاز ما توجد فيه لشريحة واحدة، يدعم بلاتوث ويدعم تصوير الفيديو والصور. طبعا الجهاز يجي 40 مع 40 لعبة مجانية من شركة EA سبورت، معروفة هاللعبة بألعابها الجميلة. طبعا الجهاز يدعم أغلب المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وغيرها. طبعا يمديك تحط الإيميل تستقبله على الجهاز. أيضا الشيء الجميل فيه إن المتصفح حقه يضغط الصفحة حتى تكون مناسبة للجهاز. لو المشكلة أن البحث فيه يطول شوية خاصة طريقة الكتابة متعبة، كان ودنا نستعرض لكم لكن للأسف ما راح نقدر، لكن لأنه راح يأخذ وقت شوي في الكتابة. الجهاز في ميزة حلوة أنه يمديك في مدير مهام بسيط في الأعلى. طبعا الجهاز عجبني مدير المهام الخاص فيه، طبعا راح يختصر لك أشياء كثيرة. عجبني صراحة، من الأشياء اللي عجبتني جدا بالجهاز اللي هي مدير المهام، حتى يعني ريحتني بشكل كبير في طريقة استخدام الجهاز. الجهاز مثل ما تلاحظون ان السيستم التاتش حقه جدا سريع ومو بطيء. طبعا الجهاز جدا رخيص، هو موجه بشكل عام لفئة معينة من الناس اللي هم ذوي الدخل المحدود، وأيضا ينفع إنه يكون جهاز ثاني غير الجهاز الأساسي، لأنه بصراحة جهاز مميز ويمديك يعني في الكثير يعني إنه ما تستخسر في شيء إنك تعطيه أخوك الصغير يستخدمه أو شيء، لأن الجهاز صراحة حلو ومميز وأيضا بنفس الوقت رخيص. الجهاز مثل ما تلاحظون حاليا أنه أنيق جدا بالاستخدام. طبعا بالنسبة للأزرار ما رح يكون عندك بالجهاز إلا زر الإجابة، وهو بنفس زر إغلاق الجهاز، وهو بنفس الوقت هو زر إنك زر الهوم، يعني لو دخلت على أي تطبيق ومديك تطلع عن طريقه. أيضا زر الإجابة على المكالمة. من اليسار رح يكون عندك زر قفل الشاشة مثل ما تلاحظون، وزر فتحها، وأزرار خفض وتعلية الصوت. هذا فيما يخص الجهاز. طبعا الشاشة هي 3 إنش. هذه المعلومات الكاملة على الجهاز، أتمنى أن أعطيناكم نبذة كاملة عنه. لو حبيت تطلع على التفاصيل الكاملة للجهاز والمراجع الكتابية فهي موجودة في تفاصيل المقطع. كان معكم أخوكم عبدالله السبع، ويعطيكم العافية.